السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمشتركين الجدد، الإخوة والأخوات الكرام. أرجو من كل من شاهد هذا الفيديو أن يضع إعجاب ويشترك، ذلك لدعمنا لتقديم ما هو أفضل إن شاء الله مستقبلا. فيديو اليوم مهم جدا، وأرجو من كل مشاهد يرى ويشاهد هذا الفيديو ألا يغادر الفيديو إلا إذا شاهده كاملا، لأنه قد يصادفك أي سؤال من هذه الأسئلة، ولا تحتار وتكون على علم بالإجابة، لأن هذه الأسئلة غالبا ما تحدث عند معظم الإخوة أثناء فترة تزاوج الحسون. أول شيء إخوتي هو أن الأنثى جاهزة، الأنثى غير جاهزة والذكر جاهز، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة تترك الذكر معها دون وضع أي حاجز، لأن الذكر بتغريده المتواصل على الأنثى هو هنا يلعب دورا كبيرا في تجهيز الأنثى. وهناك بعض الذكور، وهي من الذكور المفضلة عندي في إنتاج الحسون، فهي تقوم بحمل مواد التعشيش والذهاب والإياب نحو العش، فهنا الذكر يحاول تنبيه الأنثى على مكان العش وتحفيزها على بنائه، وأيضا الإناث البكرية التي لم تتزاوج من قبل، فالذكر يعلمها طريقة بناء العش وينزع لديها الخوف من القفص ومن أي شيء يزعجها في القفص. الآن سأجيب أيضا على بعض التساؤلات للإخوة والأخوات. لماذا عندما أقترب من القفص يهاجمني الذكر وينفخ ريشه ويفتح جناحيه ويلتصق في جدار القفص؟ هذا السلوك يكون عادة فطري لدى بعض الحساسين، وهنا لأنه يحاول إبعادك عن القفص والدفاع عن مكانه، ويحاول حماية الأنثى ومكان مكانه الخاص. وهذه الذكور عادة ما تكون غيورة على الأنثى وتهاجم إناثها حتى عندما تسمع تغريد حساسين أخرى في نفس المكان. أيضا سؤال آخر هو لماذا الأنثى تهاجم الذكر وتلاحقه في كل مكان، وربما حتى هو لقحها وهي تهاجمه في كل مكان؟ إخوتي، هذه الإناث عادة ما تكون تحاول فرض سيطرتها الكاملة، لأن لديها شخصية قوية، وهي تحاول فرض سيطرتها في القفص، أو ربما الذكر يسبب لها بعض الإزعاج بالتغريد المستمر والإلحاء على التزاوج، أو ربما لأنها لم تصل للجهوزية الكاملة ولم تكمل بناء عنقود البيض، لذا هي تنزعج من الذكر كثيرا. وهنا لا نقوم بأي شيء، فقط نتركهما على حالهما، لأن هذه أمور طبيعية في التزاوج. سؤال آخر، الذكر لم يجهز والأنثى جاهزة، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هنا لا تقوم بانتظار الذكر لكي يجهز يا أخي، لأنك ستضيع عليك الكثير، لأن الأنثى قد تفقد الجهوزية وربما ترمي البيض دون تلقيح، أو قد تصاب بمرض تكيس المبايض. لذا إذا جهزت الأنثى قم بإحضار ذكر جاهز وأدخله عليها دون وضع أي حاجز، وتجنب تضييع وقتك، وربما يذهب وقتك هباء منثورا ولا تقوم بعملية التزاوج. سؤال آخر، لماذا الزوجين يرمون مواد التعشيش في كافة أنحاء القفص وفي أرضية القفص ولا يقومان ببناء العش؟ الإجابة لأنهما مهتمان ببناء العش، ولكن الساعة البيولوجية لديهما تخبرهما بأن الوقت ما زال لم يحن لبناء العش، وهنا ما عليك سوى الانتظار. سوف يقومون أنت قم برمي المواد القديمة وأعطيهما مواد تعشيش جديدة فقط، وانتظر حتى يبنوا لك العش، لأنه
مع الفترة التي تجهز فيها الأنثى ويجهز عنقود البيض لديها ستبني لك العش خلال ظرف وجيز ربما في ربع ساعة أو ساعة، فهي هذا الأمر يتعلق بالأنثى. هناك حتى بعض الإناث تبني وتهدم العش لأنها لم تصل لجهوزية كاملة ولم يحن وقت وضع البيض. سؤال آخر، هذا السؤال محير لدى بعض الإخوة يقومون بأخطاء جسيمة فيه، وهي أن الأنثى بنت العش وانتفخت وانطوت في زاوية من زوايا القفص، لا تتحرك كثيرا وتبدو عليها علامات المرض. يا إخوتي أبشركم بأن هذا دليل على أنها ستضع لك البيض خلال هذه الأيام القليلة القادمة وربما في اليوم الموالي، وهي قد قامت ببناء عنقود المبايض وهي في المرحلة الأخيرة للإباضة، وهي هنا تقوم بتجهيز القشرة الخارجية للبيض داخلها. هنا لا تلمس هذه الأنثى أخي الكريم، لأنك قد تقوم بتدمير بلمسها تقوم بتدمير عنقود البيض أو تكسر البيضة داخلها، لذا تجنب وتحاشى لمسها في هذه المرحلة. سؤال آخر، الذكر يهاجم الأنثى في كل مكان، لماذا؟ هنا الأمر يقتصر فقط على أن الذكر يفرض هيمنته على الأنثى، أما إذا تفاقم الأمر كثيرا قم بتغيير الذكر لأن الأنثى لم تعجبه أو العكس. والمقصود بتفاقم الأمر هو عندما نرى لا قدر الله تساقط ريش أو بعض الدماء، هنا لا ننتظر أكثر ونقوم بتغيير الذكر أو الأنثى مباشرة. سؤال آخر، هل يمكن الجمع بين أكثر من أنثى وذكر واحد في نفس القفص؟ الإجابة نعم يمكن، لأن الذكر يستطيع تلقيح عدة إناث في وقت واحد وهذا الأمر عادي جدا. أرجو أن يكون أعجبكم الفيديو، ولمن أعجبه الفيديو يضع جام، ولمن ليس مشترك في القناة يشترك، وبارك الله لنا ولكم وفينا وفيكم، وموسم متميز للجميع إن شاء الله.